كما نعلم أن اللغة العربية هي الآن ثاني أكبر لغة بالسويد، والجالية العربية أصبحت من أكبر الجاليات الموجودة على الساحة السويدية، فشيء طبيعي أنه الاهتمام بالكتاب العربي واللغة العربية يكون على الأجندة التعليمية في السويد. الموضوع اللغة العربية مش فقط للجالية نفسها، وإنما حتى للغير العرب في اهتمام كبير جداً. اللغة العربية هي من أكبر اللغات في العالم، في إقبال من السويديين على اللغة العربية، فنحن بحاجة إلى توعية باللغة العربية. التوعية تأتي عبر الكتاب، تأتي عبر التأليف، فأعتقد أنه الفرصة هذه إبراز الكتاب العربي وإبراز اللغة العربية بالشكل هذا ضروري جدا للمحافظة على الهوية. كمؤسسة تعليمية عندنا موضوع الديمقراطية، موضوع المساواة بين الناس، مفاهيم يعني كثيرة جدا. أتمنى أنه المعرض الكتاب العربي يصل بالأهداف هذه إلى الحضور والجمهور اللي يصل معنا. مؤسسة إبروش مؤسسة تعليمية مفتوحة للكل، تجمع كثير من المؤسسات الإسلامية وكثير من المؤسسات الغير الإسلامية. همنا هو نشر التعليم والثقافة العامة للناس، والثقافة والتعليم معني بالكتاب ومعني بالكتب. فنحن نعتبر أن هذا من أكبر مناشطنا ومن أهم المناشط اللي نقوم بها، وفخورين جداً أن نستطيع نقدم النموذج هذا مفتوح للكل. جميع المؤلفين وجميع الأفكار وجميع أنواع الكتب، فنحن فعلاً مهتمين أنه هذه التجربة تكون ناجحة، تكون هذه فقط البداية وتأتي بعدها خطوات أخرى إن شاء الله.